أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متميزة من حلقاتنا اليومية في كل ليلة الساعة 8:30 مساء في جمال الحوار. سنتكلم اليوم عن موضوع غريب شيق، كما ترون في خلفية الشاشة هناك بعض الكتابات العربية والكتابات الصينية. سنتكلم عن تلك الجميلة المعشوقة التي يعشقها الجميع وهي لغتنا العربية. سنتكلم عنها بمنظور غير عربي، سنتكلم عنها بمنظور صيني، ولنا اليوم لقاء مع صديقتنا العزيزة من الصين سعاد. أهلا وسهلا بك يا سعاد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل المشاهدين وبكل المتابعين، السلام عليكم. طبعا وعليكم السلام. سيكون معنا محدثنا وصديقنا أيضا محمد التميمي، سيدير معظم الحوار لأني سأكون أنا وسعاد ضيوفا عليه اليوم. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا سعاد، نورتينا وشرفتينا، ونحن في غاية السعادة للقائك هذا، والأصدقاء في غاية الشوق منذ الصباح للقياك في هذا اللقاء. الحقيقة اللغة هي، يقولون عن اللغة أنها وعاء الثقافة، فهي تعبر بمصطلحاتها وألفاظها وعباراتها عن ثقافة المجتمع. وحين نريد أن نقترب ونتقارب مع أي من المجتمعات، أول ما يخطر في بالنا ويتبادر إلى أذهاننا أن نتعرف إلى لغته، فلغته تختصر الكثير الكثير من ثقافته. أرحب مجددا بسعاد، وأذكرها وأذكر الجمهور بأبيات قالها حافظ إبراهيم شاعر النيل حين تحدث عن اللغة العربية وأزمتها وما كانت تعانيه من ابتعاد لأهلها عنها. قال: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ يا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. سقى الله في بطن جزيرة أعظم من يعز عليها أن تلين قناتي. الله. هذه الكلمات التي كان يتغنى ويبكي حافظ إبراهيم لغتنا العربية وهجرها والبعد عنها، نجد كثيرا كثيرا من غير أهلها يحبونها ويعشقونها ويتمنون أن يتعلموها. أعود هنا إلى سعاد فأقول: يا سعاد، ما الذي دعاك إلى أن تتعلمي لغتنا العربية؟ والحقيقة أنها ليست باللغة السهلة، ونحن كما نعلم أن اللغة الصينية صعبة وكذلك اللغة العربية صعبة، فلماذا أردت أن تجمعي بين الصعبين، لغة الصين ولغة العرب؟ شكرا شكرا للأستاذ. في الحقيقة اللغة العربية تعتبر من أصعب اللغات في العالم، وتعلمت اللغة العربية في كلية اللغة العربية التابعة لجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية ببكين. تذكرت أنه في طفولتي قرأت القصص العربية المشهورة ألف ليلة وليلة، وأحببتها كثيرا لأنها يعني تدعو إلى التسامح والحب والاحترام بين الناس. وعند الالتحاق بالجامعة بدأت بتعلم اللغة العربية في كلية اللغة العربية بالجامعة كاختصاص الجامعي، وتعلمتها لمدة 4 سنوات في الجامعة، حيث سافرت إلى سوريا لدراستي في جامعة دمشق لمدة سنة. وأثناء دراستي هناك
زرت مختلف المناطق السورية وتعرفت على الثقافة العربية وتقاليد وعادات الشعوب العربية، كما شعرت هناك بالحماس والكرامة من المواطنين العرب تجاه الصينيين، وكل ذلك جعلني أحببت هذه اللغة، يعني اللغة العربية، وعزز ثقتي في تعزيز التفاهم والصداقة وتعارف بين الشعب الصيني والشعوب العربية. فبعد يعني دراستها لمدة سنوات تقريبا، أصبحت أن أحب هذه اللغة أكثر وأكثر، تعرفت على العديد من الأصدقاء العرب الذين قدموا لنا يعني مساعدات ودعم، وكذلك حماستهم للصينيين. فأنا سعيدة بتعلم هذه اللغة ومعرفة الأصدقاء العرب. تفضل دكتور جمال. أتوقع أن الجمهور بدأ يستعجب طريقة تكلمك باللغة العربية، لأنك تتكلمين اللغة العربية بطلاقة ولله الحمد. أريد أن أسألك، كلمينا عن نفسك، حدثينا عن نفسك، من هي سعاد الصينية؟ أين تسكنين؟ أين تعملين؟ اسمي العربي سعاد، طبعاً هذا اسم العربي لأن خلال دراستي في الجامعة بسبب تعلم للغة العربية كنا نحتاج إلى اسم عربي، مثلما نتعلم لغات أخرى نحتاج إلى أسماء بهذه اللغة لتسهيل التعلم والتبادل. فلأن الاسم الصيني هو يعني السعادة والازدهار، فكان الأستاذ في الجامعة اختار هذا الاسم العربي سعاد لنا كاسم العربي لتعلم هذه اللغة. وأنا الآن أقيم في مدينة بكين العاصمة الصينية، وبعد تخرجي من الجامعة بدأت بالعمل كإعلامية صينية لتعريف ما هي الصين وما هي آخر المستجدات الصينية للعالم العربي. إذن أنت الآن تعملين كإعلامية باللغة العربية؟ نعم صحيح. في أي قناة؟ يعني مجموعة إعلامية في الصين. هي ممكن أنا أتكلم عن هذه المجموعة. هذه المجموعة مجموعة رائعة، تعمل كمنظمة غير ربحية تقوم بعمل توطيد للعلاقة بين الصين والدول العربية، وتحاول أن تساعد كل من الثقافتين بالاندماج. فالعمل الذين يقومون به عمل رائع، شكرا لكم. طبعا يحاولون ترجمة بعض الكتب، ترجمة بعض النصوص، بعض التقارير الصحفية، يعملون شيء رائع. شكرا لكم سعاد. إذا أردنا أن نقدر المدة التي تتكلمين بها أو تتكلمين اللغة العربية فيها، هل ما هي المدة؟ كم المدة التي تكلمت اللغة العربية فيها؟ يعني كم مدة لتعلم أو لأمل؟ نعم، كم المدة الزمنية التي استغرقتك حتى أصبحت بهذه الطلاقة من اللغة العربية؟ في الحقيقة تعلمت اللغة العربية في جامعة لمدة 4 سنوات، وبعد تخرج من الجامعة بدأت بالعمل باللغة العربية يعني لسنوات. أعتقد أن هذه المعلومات تشمل بعض المعلومات الأساس، معلومات شخصية. طيب أنا عندي نذكرها بشكل جاي بشكل يعني دقيقة. نعم. أوكي، سأسألك سؤال قد يكون سؤال الآن يسأل بعض الإخوة والزملاء. أنت تعيشين في العاصمة بكين، وكلنا سمعنا عن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.
توقفت الحياة في الصين لفترة طويلة، كيف الآن الوضع في بكين؟ ممكن أن تتكلمي عن هذا الشيء؟ بعد التزامنا بالإجراءات الوقائية لمدة أكثر من شهرين تقريبا، حققت الصين نتائج مرحلية مهمة في معركتها ضد الوباء. وفي الوقت الحالي تشكل الحالات المؤكدة الوافدة من خارج الصين مخاطر رئيسية للوباء في البلاد. وبشكل عام تعمل الصين حاليا على استئناف العمل والإنتاج في مختلف المجالات بصورة منظمة، وأصبحت العديد من الأماكن العامة مفتوحة أمام العامة. كما أعلنت السلطات التعليمية بمختلف المناطق الصينية مواعيدها لفتح بعض المدارس والجامعات، وحسب يعني أحوالها المحلية بخصوص فيروس. وتجري هذه الأعمال تحت التزام المواطنين ومختلف المؤسسات والسلطات الإدارية بالإجراءات الوقائية الضرورية، مثل قياس درجة الحرارة لكل الزائرين لكل الموظفين، وتسجيل المعلومات الشخصية لكل واحد من الزائرين للأماكن العامة من أجل ضمان إذا كان هناك مصابين بالفيروس في أي مكان يمكن متابعة الناس الذين كان لديهم اتصالات وثيقة بالحالات المؤكدة خلال فترة قصيرة. مثلا في مدينة بكين فتحت معظم الأماكن العامة أبوابها أمام الزائرين، بما فيها المتاجر التجارية والمطاعم المختلفة وكذلك بعض الحدائق. ولكن كما ذكرت قبل قليل، كل زائرين يحتاجون إلى قياس درجة الحرارة وتسجيل معلومات شخصية عبر سمحة رموز الاستجابة السريعة عبر الهاتف المحمول. ويمكن أو نحتاج إلى تسجيل بعض المعلومات الشخصية مثل الأسماء وأرقام هواتف المحمول عند دخولنا إلى هذه الأماكن العامة من أجل ضمان صحة كل الزائرين وضمان يعني عدم تفشي هذا الوباء في مدينة بكين أو في يعني في كل أرجاء البلاد يعني مجددا. وبشكل خاص يعني رفعت مدينة رسميا القيود على حركة المرور بمقاطعة المدينة منذ يوم 8 إبريل الجاري، وأعادت حركات المدينة بصورة تدريجية. وكانت المدينة كما نعرف قد قامت بتدحير الدقيقة لكل أرجائها لفتحها، وكان الذين يركبون وسائل النقل العامة يحتاجون إلى سمح رموز الاستجابة السريعة على الهواتف المحمول عند ركوبهم للحافلات من أجل ضمان صحتهم. يعني بشكل عام يتحسن الوضع الصيني بخصوص الفيروس تحسنا متواصلا وتحسنا كبيرا، ونتمنى أن ينتهي هذا الوباء في نطاق العالم قريبا. نتمنى ذلك إن شاء الله، نتمنى أن يزول كل الضرر وكل الضر عن الصين وعن كندا وعن العالم العربي وعن كل العالم إن شاء الله قريبا. سعاد، أريد أن أسألك عن نظرتك للعالم العربي قبل لغتك العربية وبعد لغتك العربية، هل كان هناك أي فرق في هذه النظرة؟ التصور، كنت تتصورين العالم العربي قبل أن تتعلم اللغة العربية وقبل أن تتداخلي مع مجتمعاته، قبل أن تتعاملي مع مجتمعاته، ثم تعلمت اللغة العربية وأصبحت قريبة منها وأصبحت قادرة على تمييز اللغة ومفاهيم الناس ومعاني الناس حين تتكلم، فهل وجدت أي فرق؟ هل حدث عندك أي اختلاف بين تصورك القديم وتصورك بعد تعلم اللغة العربية؟ في الحقيقة قبل دراستي للغة العربية، يعني قبل التحاقي بالجامعة، لم أعرف كثيرا عن الدول العربية إلا
بعض يعني دول العربية وأيضا عبر عبر البرامج التلفزيونية وعبر الكتب. وكنت أعرف يعني الكتاب المشهور لثقافة العربية كما ذكرته قبل قليل، ألف ليلة والليلة، وحببت هذه القصص المشهورة والقصص الجميلة جدا. وبعد دراستي للغة العربية وخاصة بعد زيارة لبعض الدول العربية مثل السورية، كنت أتعلم اللغة العربية فيها لمدة سنة تقريبا. وفي الحقيقة أحببت هذه يعني هذا البلد الجميل، وكنت أشعر بحماس والكرامة من المواطنين العرب لتجاه الصينيين. أعتقد أن الصداقة والعلاقات بين الشعب الصيني بين الصين والدول العربية جيدة، ويرجع تاريخ الصداقة والتبادلات بين الصين والعالم العربي إلى زمن بعيد. حتى الآن الصداقة والعلاقة بين الشعب الصيني العربية جميل جدا. فبعد دراستي للغة العربية أحببت هذه اللغة وأحببت المواطنين العرب أكثر فأكثر، وخاصة يعني بعد إطراح مبادرة الحزام والطريقة، كما عرفنا أن الصداقة والتبادلات والتعاون الثنائي بين الصين والدول العربية تتطور بشكل متواصل بشكل كبير. وبسبب هذا هناك المزيد من الطلاب الصينيين يتعلمون اللغة العربية، لأن هناك آفاق جيدة لتعلم هذه اللغة ولتشغيل بعد تخرجهم من الجامعة. فأعتقد يعني أن الآفاق، نعم تفضل. يعني سعاد، مما يردده الإعلام عن العرب الإرهاب، التخويف من العرب، العنف، التطرف، عدم تقبل الآخر، رفض الآخر، هذا كثيرا ما يردده الإعلام، خاصة بعض القنوات العالمية. بعد أن تفاعلت وتعاملت مع العرب وكنت تسمعين، لابد أنت إعلامية، لابد أنك سمعت هذا الكلام من بعض الإعلاميين، كيف كنت تتعاملين مع هذه العبارات التي تتردد عن العرب؟ هل كنت تدافعين؟ هل كنت تذكرين بعض الأمثلة من الترحاب والكرم الذي تذكريه وتتذكرينه من المجتمع السوري حين كنت فيه؟ هل كانوا يستمعون إليك؟ هل حدث مثل هذا أم لم يحدث إطلاقا؟ هل حدث أن واجهت مثل هذه المواجهات؟ أو على الأقل حين كنت ترين في الإعلام مثل هذه المناظر وهذه المشاهد، هل كنت تستغربين وتقولين هذا ليس هو المجتمع الذي عشت فيه وبين أبنائه؟ أم أصابك شيء من الخلط، شيء من التردد، شيء من عدم وضوح الرؤية؟ هل مررت بشيء من هذا؟ نعم، حقيقة قبل زيارتي لبعض الدول العربية مثل سوريا كنت أظن يعني شاهدت بعض البرامج التلفزيونية، كان هناك يعني إرهاب والأنف في بعض الدول العربية. ولكن بعد زيارة بعد أصولي إلى سوريا وجدت أن المجتمع السوري كان يعني قبل سنوات قبل الحرب هناك كان جيد ومستقر، وكان هناك أمان تمام. وفي الحقيقة كنت أشعر بالسلامة وبالأمن يعني قوي، ولم أشعر بالارتهاب، ولم يحدث أي
الحركات إرهابية على الفترة التي كنت في سوريا فيها. وأعتقد أن التطرف والإرهاب هذا جزء الأجزاء للمجتمع العربي، ليس كله، ليس بالكل كما يحدث في بعض الدول الأخرى في العالم. وأعتقد أن كل ناس في أي دولة وفي أي منطقة يعارضون هذه الحركات، هذه الأنشطة الإرهابية التي تهدف إلى المدنيين. ولكن يجب علينا أن نثق بأن هذه الحركات وهذه الأنشطة ستنتهي في المستقبل إن شاء الله بفضل جهودنا المشتركة. إن شاء الله. إن شاء الله. كلمينا، حدثينا عن تعلم اللغة العربية. هل كان صعباً؟ أنا تعلمت اللغة الصينية وأتوقع أنها من أصعب اللغات التي تعلمتها. فهل كان صعباً لك تعلم اللغة العربية، القواعد والمصطلحات في اللغة العربية؟ حدثينا عن ذلك. نعم، كنت سابقا أن اللغة العربية تعتبر من أصعب اللغات في العالم. يقول العديد من الناس أن اللغة الصينية هي أصعب اللغة في العالم، ولكن بالنسبة للصينيين نحن نعتقد أن اللغة العربية هي أصعب اللغة في العالم. تذكرت أنه كنت في فترة دراستي بالجامعة كان هناك مختلف اللغات في كليتنا، مثل لغة كورية، لغة اليابانية، واللغة الفرنسية. ولكن مقارنة مع الطلاب الآخرين في هذه الكلية، يعتبر الطلاب في اللغة العربية، في تعلم اللغة العربية، هم أكثر طلاب اجتهادا في الدراسة، لأن اللغة العربية صعبة جدا جدا، يجب علينا أن نتعلمها كل يوم ونتدرب عليها ونتكلم هذه اللغة كل يوم. وكان هناك بعض المشاكل في دراستنا لهذه اللغة. أولا، نطق الحروف. توجد في اللغة العربية بعض الحروف التي نطقها غير موجود في اللغة الصينية، مثلا راو والخاء والعين والقاف، وخاصة الحرف راو الذي نحتاج إلى تدريب لساننا ليجعله يتحرك لنطق هذا الحرف. في اللغة الصينية لا يوجد هذا الحرف أبدا، وبذلنا جهودا كبيرة لتدريب على لساننا ليجعلها يتحرك لنطق هذا الحرف. وتذكرت أننا يعني كنا نحاول مختلف الأساليب لتدريب هذا الحرف، مثلا را 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 وغغغغغ، مثل هذه الأساليب. وبعد الشهر تقريبا، نعم بعد الشهر تقريبا، وجدنا أن لساننا يتحرك ويمكننا أن ننطق هذا الحرف. ربما يعني في الوقت الحالي لما أنطق هذا الحرف جيدا، ولكن في بعض في معظم الأحيان أعتقد أن كلام مفهوم. مفهوم جدا، مفهوم جدا. كان لي بعض الأصدقاء الصينيين يسألونني عن هذا الحرف، فكنت ألعب معهم بهذه اللعبة، يان روتشوان. كما أريد أن أذكر شيئا آخر يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للأشخاص الذين يتعلموا اللغة العربية في الصين، لأن هناك كما نعرف أن هناك 22 دولة عربية في العالم، ولكل منها عامية واللهجة خاصة تقريبا. ولكن كنا نتعلم اللغة العربية الفصحى فقط في الجامعة، في الجامعة الصينية، في كل الجامعات الصينية هكذا. وعندما وصلنا إلى الدول العربية وجدنا صعوبات كبيرة في التواصل والتبادل مع الأصدقاء المحليين، وكنا نحتاج إلى
كثيرة لتعود على نطقهم وعدادهم في الكلام وفي السماع، لكننا يعني بعد فترة ربما الآن يعني لا أستطيع أن أفهم أي شيء لبعض اللهجات المحلية لبعض الدول العربية. لأكون صادقا معك، نحن في بعض الأحيان لا نفهم أخواننا في مثلا أقصى المغرب أو في الجنوب، فشيء طبيعي. لغتك العربية لغة رائعة وصافية، والحقيقة أنت تعلمت اللغة الفصيحة وهذا يكفيك، بل هو كثير جدا. أريد أن أقول أن غزارة اللغة العربية ليست في عدد أحرفها كما يظن البعض، بل غزارة اللغة العربية في غزارة مخارجها، مخارج الحروف. فما تقولينه أنت عن مخارج الحروف في الراء والقاف والعين والغين، هي تأخذ أقصى الحلق وأقصى النفس في داخل الأعماق الحلق إلى الأعلى إلى والشفاه، فهي تستخدم كل مخارج الإنسان عادة. أريد أن أسألك سؤالا خاصا قليلا لكنه قريب من لغتنا العربية. اللغة العربية معروف أنها لغة العشاق، فأين كانت لغة العشق عند سعاد وهي تدرس في سوريا؟ وبالمناسبة سوريا مليئة بلغة العشق والعشاق. هل كان لهذه اللغة أي حظ عندك بالنسبة لعلاقاتك الخاصة الاجتماعية؟ يعني الدكتور جمال مثلا حين كان في الصين، اللغة الصينية والحضارة الصينية جذبته ليؤسس أسرة تتكون من عربي وصينية. هل كان لهذا الأمر في حياتك شيء؟ أنك صديق عربي؟ أصدقاء العرب كثيرون لنا، لأننا نتعلم هذه اللغة ونعمل به، ولدينا زملاء عرب الكثيرون في عملنا، وعرفنا على الكثير من الأصدقاء العرب القادمين من مختلف الدول العربية، ولدينا يعني اتصالات جيدة وعلاقات جيدة وصداقة جيدة، ولا مشكلة في التواصل وتبادل بيننا. يعني سعاد، لم تتلقي أي قصيدة من عربي يكتب لك فيها شيئا من الغزل؟ عفوا، لم تتلقي أي قصيدة من عربي يكتب لك فيها أي قصيدة، يكتب لك فيها قصيدة غزل؟ إذن دعيني، اسمحي لي أن أنقل هذه المجموعة من الأسئلة إلى صديقنا الدكتور جمال. دكتور جمال، اليوم أنت نصف ضيف ونصف مقدم، فأريد أن أعرف منك، ما الذي دعاك إلى أن تتعلم اللغة الصينية؟ أهي الدراسة أم الحب أم الحضارة أم كل ذلك؟ طبعا في البداية أنا ذهبت للصين للدراسة، بدافع الدراسة، وذهبت هناك بمنحة دراسية. كان هناك دراسة اللغة لمدة فصلين دراسيين، ومن ثم يجب التقدم في اختبار اللغة الصينية، وبعد ذلك ممكن أن تكمل الدراسة. كملت الماجستير والدكتوراه. صراحة عشقت اللغة وعشقت أهلها وعشقت صبية منها وعشقت الثقافة الصينية، لأنها ثقافة قريبة كثير من ثقافتنا العربية. وأتوقع أنه كان يعني بمحصلة العشر سنوات اللي عشتها في الصين، رأيت الكثير من جمال اللغة والثقافة وجمال الشعب الصيني، وأتوقع أن هذا ما جذبني لهذه الثقافة. يعني هناك سؤال، يعني هناك سؤال لسعاد من الجمهور.
تفضل. يقولون لك يا سعاد، هل تعلمت مفردات من اللغة الشامية؟ هل تعرفين بعض الكلمات السورية؟ العامية. العامية بدك شيء؟ هل تفهمين كيفك ابن عمي؟ كيفك؟ سعاد، بعض الجمهور يريد أن نقرأ عليك قصيدة بانت سعاد، وهذه القصيدة لكعب بن زهير، يتغزل فيها بمحبوبته سعاد، فيقول: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معمول. يعني يتغزل بمحبوبته التي تركته سعاد، فينفطر قلبه لأنها تركته وابتعدت عنه. نعود للدكتور جمال. دكتور جمال حبيبنا، اللغة الصينية لغة صعبة، الجمهور يطلب منك أن تتحدث مع سعاد بشيء من اللغة الصينية، نريد أن نستمع إلى حوار لمدة نصف دقيقة، تديره أنت وتسألها باللغة الصينية ثم تترجم لنا. سعاد، أنت تعرفين ماذا يقول الصينيين؟ تيان بو با دي بو با با لا واي شو جونغو خوا تبدأ نتضارع ديغا سأترجم. وخوي قاوسو تعمل جس عربي يزمع شو خبر؟ أوكي. هذا مثل مشهور في الصين، يقول أن الصينيين لا يخافون ما يطير في السماء أو يمشي على الأرض، ولكن يخافون الأجنبي عندما يتكلم اللغة الصينية، لأن اللغة الصينية لغة صعبة. وأتوقع أن اليوم يجب أن نخاف من سعاد لأن نتكلم اللغة العربية. ولكن يعني مع التواصل وتبادلات المتواصلة بين الصين ودول المختلفة، هناك المزيد من الأجانب الذين يتكلمون اللغة الصينية بشكل جيد جدا، مثل الدكتورة الجمال. وأعتقد أن هذا المثل ربما في الماضي، لأن كان هناك ليس الكثير من الأجانب يتكلمون اللغة الصينية بشكل جيد، ولكن في الوقت الحالي في الحقيقة هناك المزيد من الأجانب الناطقين باللغة الصينية بطلاقة جيدة جدا، والبعض منهم لغتهم أفضل من الصينيين. وأعتقد أن هذا يمثل التبادلات والتواصل المتواصل بين الصين ودول المختلفة. كندين نشود دوي نشود دوي و تم خيا ووني نسي وبشوا. عندي سؤال باللغة العربية لك يا سعاد. أوكي تفضل. هل تجدين هناك تقارب وشبه أو تقارب شبيه بين الثقافة الصينية، وليس اللغة، اللغتين مختلفتين، الثقافة الصينية والثقافة العربية؟ أعتقد أن الثقافة الصينية تحترم الأدب وتحترم وتدعو إلى الاحترام المتبادل وتسامح المتبادل، وأعتقد أن الثقافة العربية تدعو إلى هذه الأشياء أيضا، لأن كما نعرف أن ثقافة الإسلام يدعو إلى تسامح ويدعو إلى الحب المتبادل بين الناس، وكذلك في ثقافة الصينية نحترم هذه أشياء المحترمة أيضا. وأعتقد أن كل الأشياء الجميلة هي موجودة في ثقافتين الصينية والعربية.
سؤال لك من رنا، تقولين كيف كنت تسمعين اللغة العربية قبل أن تتعلمي اللغة العربية؟ يعني أنا لا، نحن الصيني، نحن العرب نسمع اللغة الصينية وكذلك الأمر، لا نعرف أصوات غريبة، فكيف كنت تسمعين اللغة العربية؟ في الحقيقة قبل دراستي للغة العربية لم أسمع هذه اللغة كثيرا، نسيت كيف أشعر، كيف كنت أشعر بهذا السماع لهذه اللغة. وبعد دراستي لهذه اللغة أعتقد أن نطق جميل لهذه اللغة، نغمات مختلفة، نغمات جميلة في الأداء وفي النطق مقارنة مع بعض اللغات الأخرى. سعاد، هل هناك لغات أخرى تتقنيها غير العربية؟ إنجليزية. الإنجليزية. حين درست اللغة العربية ودرست اللغة الإنجليزية، أكيد اللغة الإنجليزية كانت أسرع حسب ما أظن. دراسة اللغة الإنجليزية كانت أسرع. السؤال الذي يعني سئل قبل قليل ربما يكون له علاقة بالتون، له علاقة بالنغم. حين تسمعين اللغة الإنجليزية لأنك متعودة عليها أو من خلال انتشارها الواسع، ربما تميزين طريقة اللفظ أو الصوت، الأصوات التي تخرج. لكن اللغة العربية أصواتها حين تكونين بعيدة عنها ربما تختلف بعد أن تتعلميها عن ما قبل. هذا ربما هذا هو المقصود كان في السؤال. نعم. هناك تفضلي. أعتقد أن يعني الفرق الكبير بين لغتين، مثلا اللغة العربية واللغة الإنجليزية، في النطق، هو اللغة العربية نطقها من عمق الحنجر، صح؟ نعم. واللغة الإنجليزية نطقها مثل اللغة الصينية، يعني ليس من العمق، من الحنجر، يعني من صوت خفيف. وهذا يعني بالنسبة للصينيين من السهل إجادة تكلم اللغة الإنجليزية. نعم. هي اللغة، لأن اللغة كما قلنا اللغة فيها مخارج، واللغات أغلب اللغات مخارجها شفوية، أي من الشفتين واللسان وأقصى الحلق. لكن اللغة العربية لها حروف شفوية ولها حروف حلقية. الحلقية تكون في أقصى الحلق مثل الهمزة والهاء، وحروف تكون في أعلى الحلق مثل القاف والخاء. فهذا الاختلاف تأخذ مساحة طويلة كما قلنا في المخارج. أريد أن أعود إلى الثقافة. ما الذي أضافته إليك الثقافة العربية، وما الذي تشعرين أن الشعوب تحتاج، أن الشعوب تحتاجه فيما بينها حتى تتكامل وتتعارف، تحتاج أن تتبادل فيه من ثقافيا؟ لما أفهم ماذا تقصد. أي أقصد أن الثقافة العربية، هل أضافت لك الثقافة العربية شيئا في حياتك، في تعاملاتك اليومية، في مفاهيمك للحياة، مفاهيمك للناس، مفاهيمك للشعوب؟ وهل هذه الإضافة تشعرين أن العالم يحتاج هذه العلاقات وتبادل هذه الثقافات حتى تغني العالم ويحيى العالم فيها بسلام، وتكون حياته أفضل إذا كان هذا التبادل الثقافي بينهم؟ نعم طبعا. أعتقد أن يعني كما ذكرت سابقا أن الثقافة العربية تدعو إلى التسامح والحب بين الناس، فأعتقد أن هذا نحتاج إليه في حياتنا اليومية وفي التبادل الاجتماعي مع الآخرين. فأعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة لكل شخص ولكل ثقافة في العالم.
سعاد ذكي تفضل. في هذه الفترة من الوباء خرجت أصوات كثيرة ربما تلقي باللائمة باللوم على الصينيين، ووجدنا معاملة يعني ليست لائقة لبعض الصينيين في بعض الدول. كم وجدت هذا جارحا، وكيف تودين أن تعلقي على هذا الأمر، واعتبري نفسك أمام هذا المجتمع العربي الذي يستمع إليك الآن، ماذا تريدين أن تقولي لهم حول هذا الموضوع بلغتهم، بلغتهم العربية؟ حتى الآن لم يؤكدوا العلماء والخبراء أين جاء هذا الفيروس وكيف انتشر في البداية لهذا الفيروس بين الناس. فأعتقد أن كان هناك بعض التساؤلات حول منبع لهذا الفيروس أو حول العلاقة بين هذا الفيروس والصين. ربما يوجد بعض الناس يسمون هذا الفيروس بفيروس الصين، أعتقد أن هذا غير مناسب، لأن كما نعرف أن الفيروسات ظهرت في الطبيعة ومختلفة، يعني فيروسات مختلفة ظهرت في الطبيعة سابقا، ولا أحد يربط هذه الفيروسات الأخرى بدولة ما أو بشخص ما أو بمنطقة ما. هذا غير، فأعتقد أن في الوقت الحالي نحتاج إلى تضامن وتعاون لمكافحة هذا الفيروس بجهودنا المشتركة، بدلا من نشر بعض الشائعات بدون أي دلائل علمية. وأما يعني بشأن منبع والمتسبب لهذا الفيروس، نحتاج إلى انتظار النتائج العلمية لتأكيد هذه المعلومات، وبدلا من أعتقد هناك في خلل أو لاج في الإنترنت. أوكي طيب، كان في سؤال دكتور جمال، كان في سؤال من أمل، لماذا الإصابات في بكين قليلة؟ الإصابات بشكل عام بهذا الفيروس يا أمل، أنا ممكن أجاوبك هذا السؤال، لم تكن كثيرة في كل مدن العالم. يعني لما دخلت أمريكا معظم الإصابات كانت في نيويورك، لا يعني أنه المدن الثانية لازم تصاب. فهو أين تأتي البؤرة؟ البؤرة في الصين كانت في مدينة ووهان، وكان في إصابات في بكين، مش زي بعض الإشاعات اللي طلعت أنه لم تصب بكين أو لم تصب شنهاي. كان في هناك إصابات لكن لم تكن بالكمية اللي موجودة في بكين. تفضل محمد. أريد أن أسأل عن واحد من كبار الصينيين الناطقين باللغة العربية، رحل عن عالمنا الأسبوع الفائت، وهو صاعد تشانغ. رحيله كان له صدى كبير في وسط الصينيين الناطقين باللغة العربية. هل يمكنك أن تحدثينا قليلا عن صاعد تشانغ؟ ذكريات، معلومات، أخبار، مثال منها من الأمثلة الصينية الناطقة بالعربية للأصدقاء. نعم، الأستاذ جونج كون، اسمه جونج كون، هو كبير أستاذ في اللغة العربية بجامعة الصينية وجامعة بكين، هي التي تعتبر أفضل جامعة في الصين، وكان مشرفا على طلبة الدكتورة، وله مساهمات كبيرة في الأدب الصيني والعربي، ترجمة الصينية والعربية. ومن أشهر مؤلفاته مثلا تاريخ الأدب العربي المعاصر، ألف ليلة وليلة الأولى، وتاريخ الأدب الشرقي. وأيضا يعني لديها أعمال مختلفة وكثيرة
في الترجمة بين اللغة الصينية والعربية. وإن في الحقيقة هو قدم مساهمات كبيرة في تعليم اللغة العربية في الصين، وحصل يعني كتابه تاريخ الأدب العربي المعاصر في عام 2006 على الجائزة الأولى للإنجاز في العلوم الإنسانية، وكما فاز بجائزة الشيخ زايد للكتابة لشخصية العام الثقافية في نفس العام. وفي عام 2018 حصل على جائزة إنجاز العمر للترجمة والثقافة، وهي الوسام الأعلى في مجال الترجمة في الصين. فأعتقد أن يعني رحله هو خسائر كبيرة لتعليم اللغة العربية في الصين. أتوقع أن رحيل الأستاذ الكبير صاعد جونشين كان له أثر كبير مش فقط على الصينيين بل على العرب، لأنه كان فعلا رسول للثقافة العربية في الصين ورسول للثقافة الصينية في الدول العربية. أنا قابلته قبل 15 عاما، وعندما علم أني عربي قال لي يجب أن تكون أكثر رجل فخور في العالم. فقلت له لماذا؟ قال ألا يكفيك أن دينك الإسلام ولغتك الأم هي اللغة العربية؟ فرجل يعني كان يعشق الدين الإسلامي ودرسه وقرأ القرآن عدة مرات، هذا ما قاله لي، وكان يعشق اللغة العربية. رجل يعني رحمه الله. نعم رحمه الله. سعاد لك عدة أسئلة عن الأكل، أنت عشت في الشام، في سؤالين فقط. نعم. جمال فضل. قبل أن نقفز عن هذا السؤال أريد أن أسأل فضل. سريعا، طبعا بعض الإخوة ينبهونني أني أطيل الأسئلة، سأخبرهم بعذري بعد أن أنهي. سعاد، بما أننا نتحدث عن أعلام في الصينيين، أعلام صينيين يتحدثون اللغة العربية، هل هناك أي منظمة أو نقابة أو هيئة تجمع بين الصينيين المتحدثين باللغة العربية في الصين؟ في الحقيقة هناك مختلف المؤسسات ومختلف الأجهزة الصينية الناطقة باللغة العربية، مثلا في يوجد دار نشر باللغة العربية، دار نشر لنشر الكتاب والمؤلفات بين اللغتين الصينية والعربية، وكذلك هناك الجامعات والمعاهد مختلفة لتدرس فيها اللغة العربية، وكما هناك الوسائل الإعلامية المختلفة للناطقة باللغة العربية. وأعتقد أن هذا يعني يشمل مختلف المجالات، ليس يعني بوحده. نعم نأخذ أسئلة من الأصدقاء. المأكولات، سؤالين عن المأكولات، ما هي المأكولات التي أحببتيها في سوريا والمأكولات العربية بشكل عام؟ شاورما. أوكي. كبة. تذكرت أن هذا الشاورما هو أول أكل تناولته بعد وصولي إلى سوريا. وهل تنصحين به؟ هل نصحت به الصينيين؟ نعم، هناك مطاعم عربية في الصين، وتناولت هذا الأكل يعني شاورما في المطعم العربي في بكين. نعم في بكين. أعتقد أن الذوق هو هو يعني الذوق ليس جميلا مثل ما في سوريا، ولكن جيد. نعم هكذا نشعر هنا في كندا. الوقت يداهمنا يا أصدقاء، المذاق ليس كهناك مثله هناك.
الوقت يداهمنا، وأتوقع أن معظم الأصدقاء أحبوا أن نختصر اللقاءات، وهذا هو السبب أن هناك غزارة في الأسئلة وكثير من الأسئلة التي نريد الإجابة عنها. حسن هذا السؤال لأنه مهم جدا، هل هناك موقف طريف حصل لك بسبب اللغة العربية وفهم بعض المصطلحات؟ موقف طريف مضحك. نعم مضحك. لم لا أستطيع أن أتذكر بعض الأشياء لأفكر قليلا. فكر. هناك سؤال آخر حتى تفكري مرة واحدة على السؤالين. سؤال من أما: هل تشعرين بشغف وقوة العاطفة في مفردات اللغة العربية وخاصة في التعبير عن حالة الشخص أو وصف الأشياء؟ وهل تتشارك اللغة الصينية في هذا مع العربية؟ أم ما هو طابع اللغة الصينية؟ الجاد، المبالغ؟ تقصد حين تعلمت اللغة العربية، هل شعرت بشغف، زادت من شغفك وقوة عاطفتك؟ هل وجدت أن مفرداتك في العاطفة ازدادت؟ يقولون أن اللغة العربية قدرتها على الوصف عالية جدا، فيها المبالغة وفيها التفاخر وفيها العاطفة الجياشة. أنا ممكن أجيب على هذا السؤال. فهل يعني هذا شعرت بذلك حين تعلمت اللغة؟ وهل هناك شبه بينها وبين اللغة الصينية في هذا الأمر؟ هل أستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ أعتقد أن كل ثقافة وكل لغة في بعض الأشياء المتشابهة، ولكن عندما نصف بعض الأشياء يعني إذا كان هذا الشيء حقيقي ونصف بمشاعرنا الحقيقية، وأعتقد أن هذا يعتمد على أفكار الناس، ليس يعتمد على اللغة، أليس كذلك؟ شيئا من ذلك وشيئا من ذلك. يعني اللغة العربية فيها عبارات تصل إلى مدى بعيد من الخيال. يعني مثلا بدل أن نقول ضربته، ممكن أن نقول قتلته، ونقصد بذلك الضرب وليس القتل. فيعني هناك كثير. حين نقول أحببتها، قد نصل بالحب. الحب يقولون أن مفردات الحب 10 مفردات، عشرة مفردات أوسطها الحب، ولكنها تصل في المراتب إلى درجات عليا، منها العشق ومنها الغرام ومنها المتيم. فيعني في هناك مفردات كثيرة لنفس المدلول، ولكنه بمساحات كبيرة. تقصد أبا، هل هناك شيء مشابه في الصينية؟ وهل زادت هذه المفردات من إحساسك بهذه المستويات من العواطف؟ أعتقد أن هذا يمثل الجمال والجذابة للغة العربية. مثلا هناك الكثير من الكلمات والمفردات المتوافرة للتعبير عن مشاعرنا، عن قصدنا بشكل كاف، بشكل يعني كبير. فأعتقد أن هذا يمثل جذابة اللغة وثقافة المتوافرة لهذه اللغة. في اللغة الصينية لدينا مثل هذه الأشياء، مثلا هناك الكثير من الكلمات الصينية وتعبيرات مختلفة لتعبير مشاعرنا، وكذلك هناك أشعار صينية القديمة والحديثة الجميلة لتساعد الناس لتعبير مشاعرنا عن وصفنا. فأعتقد أن هذا هو جمال اللغة وهو جمال الثقافة. نحيل بالسؤال للدكتور جمال. شكرا على تكرار اسمي. يعطينا نظرته للمسألة. أتوقع أنها أجابت الإجابة الصحيحة اللي كنت أريد أن أقولها، أن كلا اللغتين لهما طريقة جميلة في عشق اللغة، وتختلف بهذول الطريقتين. اللغة العربية مفرداتها أو مترادفاتها كثيرة أقل، اللغة الصينية المترادفات فيها أقل، ولكن طرق التعبير في اللغة الصينية قد يكون أكثر من اللغة
العربية بطريقة أو بأخرى. فهناك في ترادف في الإجابة، قد يكون هناك بعض اللغة الصينية لغة قديمة منذ أكثر من 5000 أو 6000 سنة، وكذلك اللغة العربية، الثقافة العربية قديمة منذ أكثر من 5000 سنة، وكذلك اللغة الصينية. فهذه التناغم كل جعل في هذول الثقافتين واللغتين شيء جميل، يعني جعل فيه كالوردة في الصحراء لها رونقها، وهناك الوردة في أقصى جبال الهيمالايا أو الألب الهيمالايا عفوا في جبال التبت. بما أننا نتحدث عن الورود والأزهار، أريد أن أسألك عن زهرة من الأزهار الرائعة في حياتك، وهي آدم. الله يحفظك. ما حظ آدم من اللغة العربية وحظه من اللغة الصينية، الثقافة العربية والثقافة الصينية؟ طبعا هذا كان سؤال صعب جدا عندما قدمنا إلى كندا، وكان هل نتكلم معه باللغة الإنجليزية أم باللغة الفرنسية أم بالعربية أم بالصينية، وقررنا أن يتكلم معه كلا الوالدين بلغته الأم. فأنا أتكلم مع ابني باللغة العربية وزوجتي تتكلم معه باللغة الصينية، وذهب إلى المدرسة ليتعلم اللغة الفرنسية، فهو يتكلم الثلاث لغات بطلاقة، وثم بدأ يتكلم اللغة الإنجليزية عن طريق اليوتيوب، وبدأ بعمل قناة وعمره 3 سنوات، وشجعته على ذلك وساعدته، وبدأ يضع بعض الألعاب والأشياء، وكان يتكلم باللغة الإنجليزية فيه، ورأيت أنها طريقة ليعبر عن نفسه، فالآن يتكلم هو الـ4 لغات الحمد لله رب العالمين. أنا أتوقع أنه لابد أن يكون لنا جلسة مستقلة مع آدم إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب سؤالي الأخير لكليكما، كيف ترون المستقبل الحضارات في التفاعل في الأيام القادمة؟ هل ترون أن العالم مقبل على علاقات بين الحضارات سلمية متعاونة متبادلة للفوائد والمنافع، أم تجدون أن العالم مقبل على صراع؟ ونحن الآن، أنا أسأل هذا السؤال لأن هناك إرهاصات كثيرة وهناك أخبار كثيرة تتحدث عن صراعات وعن حروب مقبلة، كيف ترون ذلك؟ أبدأ بدكتور جمال حتى نختم مع سعاد. الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن الكريم في آية ننساها دائما، وخلقناكم شعوبا وقبائل، حكمة الله خلقنا شعوب وقبائل، ما خلقنا شعب واحد. لماذا؟ مش لنتصارع ولا لنتقاتل، لنتعارف. فإذا أنا كمسلم لم أفهم حكمة الله في خلقنا شعوب وقبائل نختلف في دياناتنا ونختلف في ثقافاتنا ونختلف في عاداتنا، فأنا لا أؤمن في الدين أصلاً. فهنا المنطق أنه أنا أول من أطبق هذه الثقافة أو هذا المبدأ هو أنا كشخص عربي مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى طلب مني أن أتعارف على الناس، أتقدم لهم وأتعارف، مش هم اللي يجوا علي. فأنا أدعو من هذا المنبر كل شخص جاره يختلف عنه في دينه أو في ثقافته أو في عاداته أو في تقاليده أو حتى في لغته، أن يذهب ويتعرف عليه، لأن هذه سنة وسيطبق فيها سنة، وهذا يعتقد يعني أنه أكيد إن شاء الله سيأخذ عليها جزاء من الله سبحانه وتعالى. نحن كلنا على هذه الأرض مسؤولون عن حياتنا على هذه الأرض. الآن الفيروس هو أكبر مثال، سنعود كلنا إلى الإنسانية، سنعود جميعنا لنعلم أن تعاوننا ومساعدتنا لبعضنا البعض هو الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نقتل عدونا الثالث اللي هو هذا الفيروس. نحن لسنا أعداء بعض، نحن أصدقاء بعض. أنا عشت في دول كثيرة ولم أكون عداوات ولله الحمد، بل كان لي أصدقاء كثيرين من هذه الدول، مع أنه زي ما حكيت أنت في البداية أنه كثير ينظروننا العرب أنه همجيين أو مشكلجية أو إرهابيين أو قتلة، أو لكن أثبت لهم أن أنا كشخص
بالعكس أنا جاي أتقرب وأعرف لغتهم وأعرف ثقافتهم وأعرف، لأني أنا هدفي كان رضا الله سبحانه وتعالى وتنفيذ سنته على الأرض. فيعني هذه دعوة للجميع أنه يرتقوا في الفكر أنه نحن على هذه الأرض وجدنا لنتعارف. نعم. وشكرا. صحيح. سعاد، نفس السؤال، أين تجدين العالم يتجه نحو التوائم والتلاحم والتوافق والمحبة أم نحو الصراع؟ على كده أن كل حضارة عظيمة تحترم حقوق الإنسان، تحترم الثقافة العظيمة، وفي هذه الفترة يجب علينا أن نتعاون ونتضامن، هذا هو الإنسانية، ولمواجهة هذه الأزمة المشتركة. لا يوجد تمائز ولا يوجد تنمر في هذه الأرض في هذا الأرض. أعتقد أن هذا هو تطلعاتنا المشتركة لكل الإنسان، ويجب علينا أن نعمل بجهود مشترك لمكافحة هذا الوباء لتحقيق تطلعاتنا المشتركة. جميل جدا. أترك لك المجال الآن في آخر هذا اللقاء أن توجهي أي رسالة تريدين لأصدقائك في المجتمع العربي في كندا، فالباب مفتوح لك، توجهين أي رسالة تريدينها لهم. شكرا لكم، وشكرا لكل المتابعين، وشكرا لكل المشاهدين، وأتمنى أن ينتهي هذا الوباء قريبا ويمكن أن نخرج منه في المستقبل القريب. أعتقد أن الفيروس هو العدو المشترك لكل الإنسان، ليس لدولة معينة أو ليس لأشخاص معينين، ويجب علينا أن نضافر جهودنا لمكافحة هذه الأزمة. أكيد. شكرا جزيلا دكتور جمال. أنا بشكر سعاد كثيرا على قبولها استضافتنا لها اليوم. بشكر أخوي وزميلي الأستاذ محمد على أسئلته الشيقة، وأقول لجميع مشاهدينا كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم. معظم الدول ومنها كندا أثبتت أنه غدا إن شاء الله سيكون الأول من رمضان. الله يجعلنا ويجعل أيامكم جميعها كلها خير وبركة، وتكونوا من عوادة زي ما يقولون. وطبعا أذكر نفسي وأذكركم بنية الصيام، ومن الآن أقول هذه الكلمات: اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم فتقبله مني واغفر لي وبارك لي فيه وزدني علما، وإن شاء الله أن يرفع ربنا عنا جميعا هذا الوباء. غدا سيكون لنا لقاء شيق مع الزملاء، سنتكلم عن برنامج رمضان اللي احنا محضرينه لكم، فتابعونا غدا، راح يكون الساعة 10 مساء. سمعتونا؟ 10 مساء. نعم. تصبحون على خير. في شيء عندك؟ كل عام وانتم بخير. تصبحون على خير، وكل عام وانتم بخير، ورمضان مبارك على الجميع. ولا تنسوا لقاءنا غدا، وحضروا القهوة والشاي الساعة 10، نسهر معا بعد أن تفطروا وتصلوا بعض الركيعات من صلاة التراويح. فنلتقي غدا إن شاء الله ونراكم. السلام عليكم. شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير.